السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة خلصنا يونت 7، نعمل عليها ريفيو كده، مراجعة سريعة بامتحان، وندخل على الوحدة التامنة ان شاء الله. يلا بينا كده نعمل مراجعة على الكلمات. قلنا فرع برانش، برانش غابة، فورست، فورست، واحة، اويسز، اويسز، زواحف، ريبتايلز، ريبتايلز، منطقة قطبية، اركتيك ريجن، Arctic region، كثافة سكانية population، population، بشر أو إنسان human، human، واسع wide، wide، مناخ climate، climate، معتدل temperate، temperate، بيئة environment، environment، محاصيل crops، crops، تربة خصبة fertile soil، fertile soil، التكيف، التكيف، adapting، adapting، لسان، tongue، tongue، ذكريات، memories، memories، مساحة واسعة، space، space، مسرور، delighted، delighted، قيمة، value، value، مغزى، moral، moral، مستعد، prepared، prepared، مرتبك أو متوتر، nervous، nervous، حقيبة ظهر، backpack، backpack، ممكن، possible، possible، بوابة، gate، gate، الريف، the country، the country، ابتسامة، smile، smile، مجمد أو freezer، freezer، freezer. خدنا كمان verbs، مجموعة من الأفعال. عندي يتكيف، تكيف، adapt، adapted، adapt، adapted، يسافر سفرة، travel، traveled، travel، traveled، يغلي غلا، boil، boiled، boil، boiled، يتعجب، تعجب، wonder، wondered، wonder، wondered، يدفن، دفن، bury، buried، bury، buried، ينتظر، انتظر، wait، waited، wait، waited، يتذكر، تذكر، remember، remembered، remember، remembered، يبكي، بكى، cry، cried، cry، cried، يعرف، عرف، know، knew، know، knew، يبيع، باع، sell، sold، sell، sold، يأتي، أتى، come، came، come، came، يتجمد، تجمد، freeze، froze، freeze، froze، يحفر، حفر، dig، dug، dig، dug، يعطي، أعطى، give، gave، give، gave، يرتدي، ارتدى، wear، wore، wear، wore، يقود، قاد، drive، drove، drive، drove، drive، drove. طيب خدنا كمان مجموعة اللي هي important expressions and proposition، مجموعة التعبيرات. جيد فيه خدنا good at، وقلنا بيجي وراها إما اسم أو فعل زائد ing. يستيقظ get up، سحب bold out، مملوء ب fall off، لما لا why don't you، حان الوقت it's time for، it's time for. important grammar بقى خدنا فيها the past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط، وقلنا بيتكون من التصريف الثاني للفعل. تعالوا نشوف جمل مثبتة كده، اللي هي they walked to school، يعني هم مشوا إلى المدرسة. he wore blue pants، هو ارتدى بنطلون أزرق. I was at home، أنا كنت في البيت. طيب هنا جملة منفية، عندي didn't بعديها بيجي فعل في المصدر، wasn't و weren't، صفة زائد اسم، صفة زائد صفة أو اسم، يعني we didn't have electric cars، يعني نحن لم نمتلك سيارات أوتوماتيك أو كهربائية. he wasn't excited، هو لم يكن متحمس. they weren't at school، هم ما كانوش في المدرسة. خدنا كمان الجملة الاستفهامية، قلنا ال question word زائد did زائد فاعل زائد مصدر الفعل، was aware زائد فاعل زائد صفة أو اسم. What did you see؟ ماذا رأيت؟ قول Were you happy؟ هل كنتم سعداء أو هل كنت سعيد؟ طيب تعالوا بقى نشوف General Test on Unit 7، التدريبات number 1. Listen and tick through
or false. هنستمع للجمل وطبعا كلها على الوحدة، قصص والمعلومات اللي خدناها، ونشوف هنقول صح ولا غلط، هنقول false غلط ولا هنقول true صح. Number one, humans can't learn to live in the most difficult environments on earth. بيقول لي ان البشر لا يستطيعوا ان يتعلموا كيف يعيشوا في البيئات الاكثر صعوبة على كوكب الارض. لا طبعا، احنا قلنا بيقدروا يتأقلموا، فدي فولس. Inuit people live in the Arctic regions. بنقول الناس اللي هم بنقول سكان الاسكيمو بيعيشوا في القطب الشمالي، دي صح، true. Number three, Bedouin people live in farmland. اللي هم البدو بيعيشوا في الأراضي الزراعية، لا طبعا false، بيعيشوا في الديزرت في الصحراء. Number four, we are very good at adapting to live in the environment around us. بيقول ان احنا جيدين جدا في التكيف مع البيئات اللي حوالينا، صح طبعا true. Number two, choose the correct answer from A, B, or C. Number one, the polar climate is very القطب أو المناخ القطبي بيكون جدا إيه؟ بيكون hot ولا cold ولا temperate؟ لا أقول له very cold، بيكون بارد جدا. Number two, my grandma is too old. She is 85 years old. يعني جدتي بتكون عجوزة جدا. كلمة تو يعني حاجة جدا. عندها 85 سنة. Number three, the Nile is the longest river in the world. قلنا نهر النيل هو أطول نهر في العالم، فبختار longest. How did he feel when he found the box? كيف هو شعر عندما وجد الصندوق؟ طبعا هنا بناخد did. I bought my shoes at the. أنا اشتريت الحذاء بتاعي منين؟ أقول من شو ستور. ممكن نقول شو ستور وشو شوب، الاثنين واحد. Number six, I can't drink that coffee. It's too hot. يعني أنا مش قادر أشرب القهوة دي لأن هي ساخنة جدا. فقلنا كلمة too معناها أن الحاجة دي إيه؟ ساخنة جدا أو باردة جدا كده، حاجة أكثر من اللازم يعني. طيب question number three, read and match. يعني اقرأ ووصل. نمبر احنا مش هنوصل، هنحط الحرف بتاع الإجابة. Number one, the tea is too hot. الشاي ساخن جدا. نقول له ايه؟ It will burn my tongue. هيحرق لساني لو شربته ساخن جدا، هيحرق لساني. يبقى هنا number one مع letter C. Number two, we were in the village. احنا كنا في القرية. Where we grew up. حيث نحن كبرنا. يعني في المكان اللي احنا تربينا فيه. Number three. It's time for me. حان وقتي. اعمل ايه بقى؟ To watch the film. انا اشاهد الفيلم. حان الوقت لمشاهدة الفيلم. Number four. I carried my. انا حملت. Carried my ايه؟ My backpack. My backpack. تمام، انا حملت حقيبه ظهري. تعال نشوف بقى هنا. read the passage and answer the question. هنقرا القطعه ونجاوب الاسئله. I live in a town. يعني انا اعيش في مدينه. It's small but very beautiful. هي صغيره ولكن جميله جدا. It's near the Nile. هي قريبه من النيل. My town is very ancient. يعني المدينه بتاعتي بتكون قديمه جدا. very ancient يعني قديمة جدا. today اليوم. my town is bigger than it. ولكن دلوقتي هي أكبر من القديمة اللي فاتت دي. was 50 years ago. it was 50 years ago. من 50 سنة فاتت. the building are bigger and the streets are was quiet. المباني كانت كبيرة والشوارع كانت هادئة. clean and had big open space. وكانت نظيفة وكانت فيها مساحات واسعة كبيرة. هو بيقول in the past. يعني انا فوتت سطر، هعيد السطر تاني. the building are bigger and the streets are wider. انا فوتت سطر. بيقول ان المباني كانت كبيرة والشوارع كانت واسعة. there are less trees. كان يوجد أشجار قليلة. so the air is less cleaner. عشان كده الهواء كان أقل نظافة، يعني كان في تلوث أكتر عشان الأشجار كانت قليلة. in the past في الماضي، وبتكلم عليها دلوقتي. في الماضي بقى in the past
It was quiet. كانت هادئة. Clean. نظيفة. And had big open area. وكان فيها مساحات كبيرة. يعني دلوقتي بيقول إن المباني بقت أكبر والشوارع بقت أوسع بس الأشجار أقل، فده ساعد إن يبقى فيه تلوث أكتر. لكن في الماضي كان المكان أهدى وكان أنظف وكان فيه مساحات كبيرة، مساحات كبيرة يعني مفتوحة. Number one، هنا بقى بيقول لي choose the correct answer. Number one، he lives in a small، هو عايش في ايه صغيرة؟ في town، في مدينة صغيرة. The town is near the، كانت قريبة من ايه؟ كانت قريبة من نيل، نايل. Today the town is not، دلوقتي المدينة هي بقت اكبر، هي بقت اكبر، bigger. طيب answer the following question، how was the town in the past؟ الزمان كانت ايه؟ it was small but very beautiful، كانت صغيرة ولكن كانت جميلة. Why is the air less cleaner؟ ليه الجو بقى أكثر نظافة؟ يعني ليه الجو بقى فيه تلوث أكتر من زمان؟ هنقول because the trees are less، لأنهم زرعوا أشجار أقل. وإحنا عارفين طبعاً وخدناها في الترم الأولاني إن إحنا لما نزرع زرع كتير، الزرع ده بيمتص من الجو ثاني أكسيد الكربون وبيمدنا بالأكسجين، فالأكسجين ده بيبقى إيه؟ طبعا بنتنفس هواء نظيف اللي الجسم بتاعنا محتاجه. فهم لما زرعوا ورق وشجر قليل، فده ساعد ان ثاني اكسيد الكربون بقى اكبر والاكسجين بتاعنا بقى اقل. طيب تعالوا هنا rearrange the following sentences، يعني هنعيد ترتيب الجمل. اول جمله، الجمله بقى الشهيره بتاعت الوحده الكامله، ان نهر النيل اطول نهر في العالم. The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. Number two، عايزين نقول ان البشرية تستطيع ان يعني تعيش في اي مكان. Humans can live almost anywhere، يقدروا يعيشوا في اي مكان. Humans can live almost anywhere. عندي كمان هنا بيقول لي اين يكون تماثيل ممنون دول. Where are the colossi of Memnon؟ أين توجد تماثيل كولوسي ممنون؟ طيب هنا read and complete، عايز dry اللي هي جافة، fertile خصبة، oasis واحة، environment بيئة، وإذ يكون. grandpa جدي lives in an oasis، جدي بيعيش في واحة، oasis. this is a good environment، هي بتكون إيه؟ بيئة جيدة. for people، للناس. there is water، فيها water. sand، فيها تربة. and for، فيها رمال يعني. and fertile soil، وفيها تربة خصبة. تمام كده. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. write a paragraph of 4 to 6 sentences about your first day of school. بيقول لي اكتب باراجراف مكون من 4 لـ6 جمل عن اول يوم ليك في المدرسة. احنا خدنا قصة وانا عملتها لكم زي فيلم كرتون كده، هتعجبكم جدا لو شفتوها على القناة، موجودة على الصفحة برضو. عايز يكون جمل من كلمة 6 years، 6 سنوات. nervous، متوتر. put on، ارتدي. walked، مشيت. kind، عطوف. وماث اللي هي رياضيات. نقول my first دي طبعا هنسيب مسافة في الاول، اول حرف بعمله كابيتال، وأبدأ الجملة بتاعتي. my first day of school was 6 years old، يعني ده كان يومي الأول وأنا كان عندي 6 سنين، لما كان عندي 6 سنين. خلصت جملتي بحط فول ستوب بنقطة، ببدأ جملة جديدة بحرف كابيتال. I was nervous، يعني أنا كنت متوتر، بحط فول ستوب برضو تاني. I put on a blue shirt and gray pants، أنا كنت لابس تيشيرت قميص أزرق وبنطلون رصاصي. mom and I walked to school، أنا وماما مشينا للمدرسة. the teachers were kind، المدرسين كانوا عاطفين أو لطفاء. my favorite subject was math، ومادتي المفضلة كانت الرياضيات. أهم حاجة إن احنا نسيب مسافة في الأول، كل جملة أكتبها أبدأ بحرف كابيتال وانتهي بجملة، وانتهي بنقطة لفول ستوب. Banquet with the following sentence، يعني علامات الترقيم، ده علامات الترقيم للجملة التالية. Inuit، الاي كابيتال، people live in the Arctic، Arctic ده طبعا مكان مشهور فبنعمل الاي كابيتال. regions، بيعيشوا في القطب الشمالي، وده جملة عادية لأن هو بدأ بInuit people، السكان
الاسكيمو، فبعمل في الاخر فول ستوب، بنحط نقطة وبكده خلصنا الوحدة السابعة بقصصها، بالجرامر بتاعها، بقراءة كلماتها، بحل تدريباتها، خلصناها كاملة، ما سبناش منها اي حاجة خالص. كده خلصنا، وتعالوا اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو القادم مع يانت 8. We had fun. لقد استمتعنا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.